التو ريفلكسز اللي بيحصلوا في الام، البرولاكتين ريفلكس او البرودكشن ريفلكس والميلك ايجكشن ريفلكس، ما بيبقوش شغالين، ما بيبقوش شغالين والام بريجننت. والام بريجننت بيطلع سكس هرمون استروجين وبروجسترون، بيروحوا رايحين بالذات بالنسبه للبرولاكتين بيروحوا رايحين عند الانتيرو بيتيوتري ويعملوا انترفيرنس للاكشن بتاع، يعملوا انترفيرنس مع الاكشن بتاع البرولاكتين. حتى لو البرولاكتين بيطلع، حتى لو البرولاكتين طلع، خد بال حضرتك ما يعرفش يشتغل على مستوى البريست. ايه السبب؟ لان السكس هرمونز بتمنع البرولاكتين ان هو يشتغل. مفهوم كده؟ الكلام ده مهم ليه؟ لان لو ام حامل يا دكتور المفروض انها ما تمسكش لبن اثناء ما هي حامل. لو الام قالت لك وانا حامل يا دكتور لاحظت ان انا صدري بدا ينزل لبن، نتوقع هنا ان الطفل اللي جوه ممكن يكون مات والبلاسينتا ما عادتش بتطلع سكس هرمونز. ماشي؟ يبقى تاني باختصار شديد عندنا تو ريفلكسز في الام، البرودكشن ريفلكس اللي بيطلع في اخره البرولاكتين عشان ينتج اللبن، والايجكشن ريفلكس او الليت داون ريفلكس اللي بيطلع في اخره الاكسيتوسن عشان يعمل سكويزنج للملك ده. هذه الافعال المنعكسه ما بتكونش اكتف ديورنج بريجننسي ديو تو بريزنس اوف سكس هرمون. وعلى هذا الاساس الام لا تستطيع ان تنتج لبن اثناء البريجننسي ايفن لو كان البرولاكتين عندها عالي. الماتيرنال انكزايتي والستريس والفاتيج بينهبت الليت داون ريفلكس او بينهبت الايه؟ الايجكشن ريفلكس. بمعنى ان الكلام ده مهم لما الام تكون بترضع الطفل او ناوية ترضع طفلها ننبهها انها ما تحاول ترضع وهي ريلاكسد، ما تبقاش ان ستريس، لان اي ساعه عندها هيخلي الاوكسيتوسين ما يطلعش وبالتالي ما تعرفش تعمل ايجكشن كويس للبيبي، فلازم الام تبقى ريلاكسد. الجزئيه دي بتجيبكم في الام اس كيو، بيعمل انترفيرنس ويز ذا اكشن اوف لاكتوجينيك هرمونز. انترفيرنس ويز هتيجي دلوقتي بعد شويه. الريفلكسين اللي موجودين في الطفل روتينج ريفلكس وساكلينج وسوالوينج. روتينج ريفلكس الطفل وهو نايم او هو صاحي اول ما يحس بالنبل بتاع مامته جنب بقه يروح مود وشه ناحيه النبل ويفتح بقه وياخد النبل في بقه ويزرع النبل ده في الفارنكس في الاوروفارنكس بتاعه. فدي سموها روتينج ريفلكس. روتينج جاي من الروت، يعني ولد زرع النبل فين؟ في بقه. ده الروتينج ريفلكس. الساكلينج ريفلكس اول ما الطفل بيحس بقى بالنبل وهو موجود في بقه يبدا يعمل ريزمك موفمنت للمانديبول على النبل وعلى المنطقه المحيطه بالنبل اللي هي الاريولا اللي بيبقى تحتها حاجه اسمها لاكتيالز. اللاكتيالز دي بيبقى تجمعات كده سكيولز صغيره بيتجمع فيها اللبن في نهايه الدكتس بتاعه البريست اسنا. ماشي؟ في نهايه الدكتس دي بيبقى فيها تجمعات بيتجمع فيها اللبن اسمها لاكتيالز تحت الاريولا بالظبط. الطفل لما يقعد ايه يضغط عليها ريزميكالي كده يبدا يعمل سكويزنج للبن واللبن يطلع في بقه وبعد كده يروح واخده يبلعه بالسوالوينج ريفلكس. الكلام ده يا جماعه ده معلومات عامه احنا مش هنستفيد منه حاجه سواء في الطفل او في الام مش فارق معايا. بس عشان الطفل يعمل كوردينيتد ساكلينج وسوالوينج بيحتاج ان هو يكون الولد ده سنه اكتر من 34 اسبوع انترا يوتراين، يعني المفروض يكون الطفل قاعد في بطن مامته اكتر من 34 اسبوع عشان يقدر يقوم بالافعال المنعكسه دي. الكلام ده مهم في ايه؟ ان لو الطفل اتولد قبل ميعاده على 32 اسبوع او 30 اسبوع مش هيبقى عنده كوردينيتد ساكلينج اند سوالوينج، وبالتالي احنا هنمنع الطفل ان هو هنمنع الطفل من ان هو يحاول يرضع بصوره طبيعيه، لان لو جه يرضع بصوره طبيعيه غصب عنه ممكن يشرق، لان ما عندوش كوردينيتد ساكلينج اند سوالوينج. القصه دي لازم على الاقل الطفل يكون فوق 34 اسبوع، وزي ما انتم عارفين الطفل الطبيعي بيتولد على كام اسبوع؟ 37 كومبليتد، يعني لما يقفل ال 37 لحد 40 يبقى الطفل ده طبيعي. ماشي؟ ستيجز اوف ميلك برودكشن فيها سؤال نظري. ده الكلام اللي انا لسه قايله من شويه. اثناء الحمل الام البريست بتاعها بيبقى بريبيرد كبر. في الاستروجين بيكبر الضغط سيستم والبروجسترون بيستيموليت الجروث بتاع الجلاند سيستم. الضغط سيستم بالاستروجين والجلاند سيستم بيكبر بواسطه البروجسترون. لكن على الرغم من كده الام ما بتقدرش ترضع وهي حامل. ليه يا دكتور؟ لان هذه السكس هرمونز بتعمل سبريشن وانهبيشن للاكشن بتاع البرولاكتين. رغم ان البرولاكتين بيطلع كتير لكن مش عارف يشتغل نتيجه وجود السكس هرمونز اللي بتمنعه ان هو يشتغل. ده الكلام ده اثناء الحمل. اول ما الام بتولد الطفل والبلاسينتا بتطلع بره، الام البيبي والبلاسينتا بيطلعوا بره، السكس هرمونز بيحصل لها دروب في جسم الام بتوصل للبيزال ليفل. لما يحصل صدم دروب للسكس هرمونز هنا البرولاكتين بيريكفر فروم سبريشن. خلاص محدش عاد واقف قدامه، يروح رايح على البريست يشتغل مفيش اي مشكله خالص والاكسيتوسين يبدا يطلع ويبدا عمليه انتاج اللبن في الايه؟ في الشغل. يعني بتاخد لها مثلا ساعة ساعتين ثلاثة على ما تبدأ الايه؟ ما هو البريست بيرد بقى اثناء الحمل، يعني المكان كله والمصنع جاهز. أول ما البرولاكتين بيطلع ساعة ساعتين على طول، البرولاكتين طالع بس أول ما بيبقى ريزولف
فروم سبريشن ما حدش قاعد واقف قدامه بيبدا يشتغل. الطفل ده بتاخد ساعه ساعتين لو الام والده طبيعي، لو الام مش والده طبيعي والده قيصري بتاخد لها 6 ساعات وتبدا العمليه ايه في الانتاج. مينتنس اوف ميلك فلو، ازاي الام تحافظ على انتاج اللبن بتاعها؟ ده جه سؤال نظري، ازاي الام تحافظ على انتاج اللبن؟ سؤال نظري ونصيحه مهمه جدا تديها انت للام. المين فاكتور والمين ستيمولس لانتاج اللبن يا جماعه هو الفريكوانت ساكلينج، كل ما الطفل يرضع كل ما يعمل ايه؟ يطلع اكسيتوسين كتير ويطلع برولاكتين كتير، والاثنين دول هيروحوا يشتغلوا فين؟ ما يشتغلوا على البريست. يبقى اقوى ستيمولس واهم ستيمولس هو ان الولد ده يعمل سترونج اند فريكوانت ساكلينج، ان هو يمص صدر مامته باستمرار وبقوه وبعنف. طيب لو الولد مش قادر يرضع وانت عايز تعمل ستيموليشن لانتاج اللبن، ممكن نعمل كومبليت ايفاكويشن للبريست. مش لازم الكومبليت ايفاكويشن بيبقى عن طريق الساكلينج، ممكن احنا نعمله عن طريق ايه؟ بمبات. في بامب كده بتبقى موجوده في الصدر، الام تروح حاطاها على صدرها تضغط على البامب تفرغ اللبن. تاني حاجه بعد الساكلينج قويه في انتاج اللبن هو الكومبليت ايفاكويشن اوف ذا بريست، كل ما الام تفرغ صدرها اكتر وبصوره كامله كل ما يتكون لبن اكتر بعد كده. ده يا جماعه الاثنين دول هما المين ستيمولس لانتاج اللبن. الكلام ده مهم ليه؟ عشان لما هتجي لك الام ما تقعدش تقول لها اعملي كذا واعملي كذا، قول لها بصي حط الطفل على صدرك اطول فتره ممكنه، ولو الولاد مش قادر يمص اي لبن موجود عندك لازم تفرغيه بصوره كامله عشان يجي لبن جديد مكانه، وايه واللبن الجديد يكون كميته اكتر. تاني حاجه جود ماتيرنال نيوتريشن ويز بلينتي اوف شوجر فلويد، المغاد بقى والحلبه والكلام ده، فيتامين بي كومبلكس، معظم الامهات بياخدوا فيتامينات بعد الولاده علشان برضو تساعد في انتاج اللبن، الكلام ده مش اكيد، لاكتوجوجيوز زي الحلبه، حلبه مكتوبه عندكم لاكتوجوجيوز، الحاجات التي مدرات اللبن، بالعربي مدرات اللبن، لاكتو يعني لبن، جوجيوز يعني مدر، مدر اللبن لاكتو جوجيوز. رقم ثلاثة جود ماتيرنال سايكولوجيكال ستيت اند فاميلي سبورت، الناس بقى تقف حواليها ويا بنتي مامتها يا بنتي الرضاعة دي حاجة سهلة خالص ومش عارف. على فكرة الأم لو بتجيب طفل لأول مرة مشكلة كبيرة جدا في الانيشيشن اوف بريست فيدنج، مش متخيلة الموضوع بيتم ازاي، وفي الأول ما بينزلش لبن بتبقى كارثة وتبقى أنكشس وقلقانة، والواد ما رضعش بقاله 4 ساعات والواد عمال يعيط. انا شفت طفل مثلا بيقعد باليوم كامل بيعيط والام مش عارفه ترضعه. هنا لو دخلت في الابسيت ده، الابسيت ده يعمل ايه؟ ينهبت مين؟ الاكسيتوسين، فتدخل بقى في ايه؟ فشوى السيركل وتبقى مشكله. فلازم نعمل كلنا سايكولوجيك ستيت نظبطها ونعمل لها سبورت، ودكتور الاطفال طبعا لازم يدخل يقبض ال 50 جنيه بتاعته ويقول كلمتين ويطلع. رقم 4 هرمونال بالانس، ما تقدرش ما تجيبش دكتور الاطفال حتى لو ما عملتش حاجه، ما تقدرش، صعب يعني مش هتتخيلها. هرمونال بالانس، الهرمونات شويه هرمونات لازم تبقى متظبطه، لازم عندها برولاكتين بصوره كافيه وبيطلع بصوره كويس، ده بتاع الميلك برودكشن اصلا. الجروث هرمون، انابوليك هرمون، علشان ايه يا جماعه؟ عشان البريست ياخد شكله الطبيعي والاسيناي والكلام ده لازم يبقى تحت كنترول الجروث فاكتورز اللي بتطلع من الجروث هرمون. الثايروكسين، الثايروكسين ده شعله النشاط اللي بتبقى موجوده عند الام، والا لو الام عندها هايبوثايروديزم الميتابوليزم بتاعها كله هينام، ومن ضمن الميتابوليزم الفرن بتاع صدرها ده فرن يا جماعه، حاجات مصنع شغال، عشان المصنع ده يشتغل محتاج ولع، محتاج طاقة، الطاقة دي من الثيروكسين. آخر حاجة السكس هرمونز لازم تبقى بالانسد. يعني بالانسد يعني إيه يا دكتورة؟ ولا هي قليلة قوي ولا هي كتيرة قوي؟ ما هي قليلة يبقى البريباريشن اللي إحنا إتكلمنا عنه مش هيتكون. صح؟ ولا هي كتيرة لأنها لو زادت عن حدها هتعمل انهبيشن لمين؟ للبرولاكتين. وهنا بقى نقطة مهمة بيننا وبين بعض. لو الام خدت حبوب منع الحمل اللي فيها نسبه عاليه من الاستروجين مشكله كبيره جدا، هتوقف انتاج اللبن. فدايما الام لو هترضع نديها كونتراسيبتيف بيلز من اللي فيها بروجسترون، لان البروجسترون اقل انهبيشن للاكشن بتاع البرولاكتين. ماشي يا اخوانا؟ وهتلاقوا حتى البيلز اللي فيها بروجسترون اغلى من البيلز اللي فيها استروجين بس. الاستروجين ده هتلاقيه مثلا الشريط بجنيه وربع، لكن اللي فيها بروجسترون ممكن تلاقيه ب 12 جنيه. يسموها ميني فيلز، ميني فيلز فيها ايه؟ بروجسترون فقط. رقم 5 رومنجان، يعني ايه رومنجان؟ يعني الطفل يتنيه قاعد، الطفل يتنيه قاعد في الاوضه بتاعت الام، ينايم في اوضه الام، ما نروحش بقى ننيمه في اوضه لوحده في روم. ليه؟ لان كل ما الام اللي هتسمع الطفل بيعيط على طول البتيوتري تبدا تشتغل والامبلسات تشتغل ويطلع اللبن. ممكن في امهات لما تسمع الطفل بيعيط تلاقي صدرها بيحن عليها، تقول لك ده انا صدري بينزل لبن اول ما بسمعه بيعيط. فقصه الرومنج ان دي مهمه، يعني يقعد في نفس الاوضه اللي فيها الام. ديماند فيدنج، كل ما الطفل يعوز رضعيه، مفيش حاجه في امهات يعني ايه معلش يعني بيقول لك ايه رضع كل ساعتين، تروح الام ماسكه ورقه وتكتب كده ساعتين، الواد يعيط، لا يا حبيبي انت ميعادك لسه ما جاش الساعه 2، فلازم طبعا ما تنفعش.
لازم ديماند فيدنج، والام لازم تتعود على الديماند فيدنج ده في كل حاجه. مش واحده مثلا تلاقيها مثلا في الاتوبيس والواد بيعيط، ديماند فيدنج عادي جدا وهي قاعده في الاتوبيس تشتغل. افويدنس اوف بوتل سبلمنتس، ممنوع منعا باتا ان نعود الطفل على بيبرونات، وبالذات يا جماعه في اول 6 شهور ممنوع منعا باتا انك تعود الطفل على بيبرونه. البيبرونه اسهل في الرضاعه بالنسبه للطفل، هيتعود على السهوله. احنا عايزين البريست فيدنج اللي هو صعب نسبيا ان الطفل يقعد يعمل ساكلنج وايفورت، لان الحاجات دي بتساعد على الديفلوبمنت حتى بتاعت وشه وبتاعت المنطقه بتاعت الهيدن نيك. عيوب لبن الام، يعني يبقى هنا جه سؤال نظري هو المينتنس اوف ميلك. عيوب لبن الام ايه الحقيقه يا جماعه؟ انا شخصيا متوقع ان السؤال ده يبقى مهم رغم انه ما جاش قبل كده خالص، لكن انا شايف ان هو مهم. ان احنا هنقعد نتكلم دلوقتي على مميزات لبن الام بشكل عنيف جدا، لدرجه انك انت يعني هتحس ان لبن الام ده كل حاجه في الدنيا. انك تطلع عيوب فيه ده الشيء العجيب والمفروض ان احنا نسال فيه. انا هعملها لكم بطريقه شيك قوي، هي A B C D E. اظن مفيش اسهل من كده. A ميلك بريست ميلك بروتين الرجي، شد خط تحت حرف الايه بتاع الرجي. لبن الام ده فيه بروتينات، ممكن الطفل يبقى عنده حساسيه للبروتين اللي موجود في لبن الام، ممكن بس فيري 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 رير. ياخد اللبن من هنا تلاقي بقى حاجه زي اتوب كده او مش انافلاكسز اللي هو الرياكشن رقم واحد ده، حصل بقى في الجي اي تي بتاعته وانفلاميشن وترجيع ودم نازل من تحت. بس القصه دي اكستريملي رير. بريست ميلك جوندس، البريست ميلك جوندس في اطفال يا جماعه هناخدها ان شاء الله في النيونيت. في طفل يتولد الاسبوع الاولاني تلاقيه حصلت له صفره خفيفه قوي، هايبر بيلروبينيميا فيسيولوجيك، هناخدها ان شاء الله في النيونيتولوجي. في بيلروبين عالي حاجه بسيطه كده. المفروض البيلروبين يا جماعه يجي على الاسبوع، على نهايه الاسبوع الاولاني يبدا ينزل. الاطفال اللي هم بيرضعوا لبن الام في بعض الاحيان، في بعض الاحيان اللبن الام يحتوي على ماده اسمها بريجنانديول. البريجنانديول ده الميتابولايت بتاع البروجسترون، فينزل البريجنانديول في لبن الام. البريجنانديول لما ينزل بكميه كبيره في لبن الام يروح رايح على الليفر بتاع الاطفال دول، الليفر ده هو اللي بيحصل فيه الكونجوجيشن بتاع البيلروبين، يروح ضرب الانزيم هنا يعمل له انيشال سبريشن يهديه شويه. فلما يحصل سبريشن للانزيم اللي هنا يركن في الجسم اندايركت بالروبن، فنسبه الصفره تعلى عند الطفل. يقول لك ايه؟ بدل ما الطفل بدل ما يبقى في نورمال ديكلاين في البيلروبن على الاسبوع الاولاني، لا ده كونتينيو تو رايز بالشكل ده كده. كونتينيو تو رايز هنا ده اللي بنسميه بريست ميلك جوندس. تفاصيله ايه وديتيلز ايه وعلاجه ايه؟ حضرتك هناخدها بالتفصيل في النيونيت. هل دي حاجه خطيره وكده؟ لا ابدا، ده حاجه ظريفه وعلاجها سهل، علاجها اسهل ما يمكن. علاجها انك انت توقف الرضاعه لمده 48 ساعه من لبن الام، وتدي له لبن صناعي في الفتره دي، وبعدين الولد يرجع ياخد لبن الام تاني، الولد يتحسن ويبقى زي الفل والصفره تنزل. تفاصيل الموضوع ايه مش موضوعنا دلوقتي، لكن ممكن يحصل في بعض الاطفال بريست ميلك جوندس. طب امال فين البي اللي هنا؟ البي بتاعت البريجنانديول. يبقى الاي الرجي، البي بتاعت البريجنانديول. رقم 3 ديفيشنت كونتنت اوف كونتنت سي، ده السي في كونتنت من بعض الفيتامينز قليل. فيتامين كي قليل عند الولاد، ما بيقضيش اكتر من يوم او يومين. طب بعد كده ما هو الطفل هيصنع بعد كده، الطفل بيصنع يا دكتور من اليوم السابع. طب الفتره من اليوم الثاني لليوم السابع هيعيش من فيتامين كي منين؟ ريح نفسك، اي طفل يتولد قاعده عامه على مستوى العالم بياخد حقنه فيتامين كاف. كل الاطفال ياخدوا حقنه فيتامين كاف، ليه؟ عشان في فتره هيحصل فيها دروب في انتاج فيتامين كاف عشان ما يدخلش في بليدنج تندرز. طب رقم 2 فيتامين دي، الولد ده عنده ريسك اوف ريكتس. ريسك اوف ريكتس هناخد يا جماعه ان شاء الله بعد كده، هقول لك ده فيتامين دي الولد اللي بيرضع طبيعي اقل عرضه ان يجي له ريكتس من الطفل اللي بيرضع الالبان حيوانات وحاجات ثانيه. طب اشمعنى؟ بيقول لحضرتك ان فيتامين دي بيبقى زي الفل بس اول 4 شهور بس. بعد 4 شهور بيبدا معدل فيتامين دي في الجسم والستورز بتاعته بتقل. طب ما فيش مشكله، انا هعمل سبلمنتيشن للطفل ده بفيتامين دي بعد كده. نفس الكلام بينطبق على الاير، الايرن اللي في لبن الام والايرن اللي موجود الستورز اللي عنده تكفي الطفل اول 4 شهور. بعد 4 شهور هنحتاج ان احنا نعمل سبلمنتيشن للطفل باير عادي جدا. يو كان بريفنت المشكلتين الاثنين دول من 4 ل 6 شهور، ان كل الاطفال اللي بترضع بريست فيد واخد بال حضرتك انها تاخد نقط فيتامين دي ونقط حديد، ومكتوب الكلام ده عند حضرتك وسهل قوي. يبقى في ديفيشنسي في الاثنين، هو ريلاتيف ديفيشنسي، هو مش ابسوليوت، لا ده هو بيكفي اول 4 شهور، الاثنين بيكفوا اول 4 شهور، لكن بعد كده لو انت نسيت ممكن على اللونج ران الولد ده يبدا يدخل منك في مشاكل نقص حديد وفيتامين دي، فاحنا بنبريفنت ايت من 4 ل 6 شهور. ماشي يا جماعه؟ ده بالنسبه للحاجات الديفيشنت كونتنت. في بعض الدراجز بتنزل في البريست ميلك، طبعا لسه طويله عريضه، احفظ لك منها 3 4 وخلاص.
الانتي كانسر بتنزل، والانتي ثايرويد والليثيوم الامهات المجانين اللي بياخدوا ليثيوم، والايه والريكريشنال دراجز. الريكريشنال دراجز يعني الكنابز والافيون والاوبيوم والاكستاسي، الحاجات اللي اسمعنا عن الاكستاسي، عقار السعاده، الادويه الريكريشنال، الريكريشنال دي بتاعه الدماغ يعني، الحاجات دي كلها بتنزل. وبالتالي يا جماعه الام اللي بتاخد اي حاجه من السطر ده فوربيدن انها ترضع، فوربيدن انها ترضع، ممنوع انها ترضع، لان الحاجات دي لو نزلت للطفل هتبهدله. في حين ان الانتي بايوتيك زي الكلورامفينيكول والتتراسايكلين والسلفوناميد بينزل. في الحاله اللي زي دي في الفتره اللي الام بتاخد فيها هذا الانتي بايوتيك نوقف الرضاعه فقط، اند كان ريزيوم الرضاعه بعد كده. الكلورامفينيكول في الطفل النيونات ممكن يعمل حاجه اسمها جراي بيبي سندروم. التتراسايكلين خطير جدا لو خدوا نيونات، ده مفروض عالميا ان التتراسايكلين يتاخد بعد سن 9 سنين، ما يتاخدش قبل كده الا في الكوارث فقط، لانه له سايد افكتس فظيعه، ومن ضمنها الايه؟ بيبوظ السنان، وبيعمل حاجات كتير من ضمنها تبوظ السنان. المترونيدازول والانثراكينون لاكسيف. في ام مثلا تاخد لاكسيف من الانثراكينون ده، جت مره واحده في العياده بتاعه البلد، تقول لي الواد انا كنت عامله قيصري والواد عامل اسهال فظيع من اول يوم. راحت لدكاتره من الساده الزملاء بتوع الصحه اللي هم ايه؟ نظام ميس ليس كله كويس، ايه في انون جيف كورتيزون. فراح الولد الطفل خدت انجكشن، الولد خد انجكشن سيفوتاكس او سيفتراكزون ومش عارف، وانتينال وبتاع، والاسهال ما راحش. والولد بيقول لي بتقول ايه؟ يا دكتور انا بسمع بطنه بتطرقع كده. فبيستر ببساطه، يا ستي انت عامله والدها طبيعي ولا قيصر؟ قالت لي قيصر. في عندك امساك؟ قالت له اول اديني لاكستيف. لاكستيف بس لازم يبقى سيستميك لاكستيف مش لوكال. قلت له طب وقفي اللاكستيف، وقفي العلاج اللي بتديه للطفل. جت تاني يوم تقول لي شكرا، الولد بطل اسهال. ما عملتش حاجه، لو مجرد ان انت تاخد بالك ان الولد ده بيرضع طبيعي والدواء ده نازل له فعمل له اسهال. خليها بس في دماغك، بوت ات ان يور مايند. بدل ما تقعد تهري الطفل. البربيتيوريت والاوبيات والاتروبين والبروميد والسلسيت، الحاجات دي كلها بتنزل. زي ما قلت لحضرتك احفظ على الاقل اول سطرين، دول مهمين جدا، واحفظ اللاكستيف. اول سطرين واللاكستيف. لان اول سطرين بنمنع فيهم الايه؟ الرضاعه، واللاكستيف اللي تحت ده برضه توقف رضاعه مؤقتا لحد الطفل ما الام تخلص. بعض الفيروسات بتنزل في لبن الام اكسكريتد في لبن الام زي السيتوميجالو فيروس والاتش اي في والهيباتيتس بي فيروس. والاخطر على الاطلاق من المجموعه دي مين؟ لا مش الاتش اي في. الاخطر هو السيتوميجالو فيروس، لان ثبت يا دكتور ان السيتوميجالو فيروس بينزل في لبن الام بتتر انفكتيف، بتتر يعدي. لكن الهيباتيتس بي والاتش اي في يا ترى بينزل بتتر يعدي ولا لا؟ مش معروف لحد دلوقتي، مش متاكدين من القصه دي. لما يقول لك في افريقيا الام عندها اتش اي في افريقيا، ترضع طفلها ولا ما ترضعش؟ تكمل رضاعه عادي جدا. انا مش متاكدين اذا كان اتش اي في بينزل، لكن السيتوميجالو فيروس ووتر بروف. بريست ميلك كومبوزيشن، الام في اول 5 ايام بتنزل حاجه اسمها كولوستروم اللي هو لبن السرسوب. ترانزينت ميلك فتره انتقاليه من 5 ل 21 يوم، لبن هينتقل عشان ندخل في الصوره الكويسه بتاعت اللبن الطبيعي بقى اللي هتستمر بيه. ماتيور ميلك بعد اليوم ال 21 تقريبا تبدا الام بقى تنزل اللبن الخفيف اللي هي بتستمر بيه طول فتره الرضاعه. الجدول اللي قدامنا ده قاتل اورال ونظري، هتحفظ الارقام بتاعته. انتوا خدتوا بالكم الاول من الاي بي سي دي في الديس ادفانتس ولا ما خدتوش؟ اي بي سي دي اي. ايه اللي هي اكسكريتد؟ دي دراجز، سي كونتنت، انا مكبرها لكم حتى. الكولوستروم يا دكتور احفظ عليه الاتي. كميته من 40 ل 60 سم في اليوم، من 40 ل 60 ملي، ما كميته قليله. الام بتنزل كميه لبن في الاول قليل. الرياكشن بتاعه سلايتلي الكالاين. سلايتلي الكالاين، ايهما احسن يا دكتور؟ ان اللبن اللي انت بتاكله يبقى اسيدك ولا سلايتلي الكالاين؟ سلايتلي الكالاين ده تحفه. انما الاسيدك يا جماعه يبقى لاذع. الواد ياخده كده يحس كانه بيشرب عصير ليمون. ما تقولش، لكن سلايتلي الكالاين بيبقى بلاتابل. اللون بتاعه ليمون يلو، اصفر ليموني. كونسيستنسي سيك، هنعرف ليه هو تقيل بعد شويه. كالوريك فاليو 57 كالوري بير ديسي لتر، قليله. يعني الكالوريك فاليو اللي فيه بتبقى قليله. سبيسيفيك جرافيتي عاليه 10 40 10 60. ليه يا جماعه هو سيك؟ لان نسبه البروتين فيه عاليه 7 جرام بير ديسي لتر. وليه هو يا دكتور وليه هو له كالوريك فاليو؟ لان الفات على الكربوهيدرات الاثنين قليلين، يعني الاثنين على بعض يدوك 7 جرام. الاثنين نسبيا بالنسبه للبن المطيور هتلاقيهم هما الاثنين قليلين لما تجمعهم على بعض. الاشز اللي هي العوالق، العوالق اللي هي يا دكتور؟ اي حاجه غير الفات والبروتين والكربوهيدرات بيسموها اشز. المينرالز،
شويه الفيتامينز الخفيفه، تريس الخفيفه دي يسموها اشز، العوالق، المواد العالقه الاخرى غير الثلاثه الكبار دول. الكوليسترول يا جماعه في الاول الام البريست اثناي بتبقى متكونه من كذا لاير، الاثناي ما بتبقاش سنجل لاير، متكونه من كذا لاير، فممكن شويه خلايا من اللي موجودين جوه دول يبقوا شدد مع اللبن وهو نازل ينزلوا كويس قوي. ما الخلايا دي مش فيها سيتوبلازم وفيها نيوكليوس فيها بروتينات، يعني دي بيسموها كولوستروم كورباسنز، دي مفيده جدا للطفل لانها عباره عن بروتينات وحاجات زي الفل، فالطفل هياخدها وكويسه جدا بالنسبه له. الفاليوز بتاعت او يقول لك انها ايه، فات ليدن ليكوسايت، يعني عباره عن ليكوسايت مليانه فات، برضه مفيده لان الواد هيدجست الخلايا دي بعد كده ياخد ما فيها من فات او ياخد ايه ما فيها من بروتين. الفاليوز بتاعته ثلاثه بتنتهي بكلمه نيوتريتيف بروتكتيف مايلد لاكتيف، حافظه بقى بالحته اي في اي اللي في الاخر دي. نيوتريتيف علشان البروتين اللي فيه عالي، بروتكتيف لان مليان امينو جلوبلينز ومليان بروتكتيف اميون سيلز زي الفونيكولار ليكوسايتس والمونوسايتس. بينشيت الجاستروكوليك ريفلكس اول مره الطفل يستخدم الجي اي تي بتاعته، فاللبن لما يوصل المعده على طول يشغل الجاستروكوليك ريفلكس اللي احنا عارفينه من ايام الفسيولوجي، يبدا الولد ينفض الايه الميكونيوم اللي موجود جوه بطنه اللي هو البراز الاخضر او الاسود ده، يبدا ينظف ويبدا يشغل الايه الجي اي تي تبدا تشتغل. ده اول حاجه، اول زاد بيدخل في بطن الطفل هو الكولوستروم، وعلى فكره فيري 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 فاليبل، مليان مليان بروتكتيف اميون سيلز وبروتكتيف امينو جلوبولين. تعالوا نقارن كده يا جماعه، الكميه بتاعت الماتيور ميلك على الاقل بتبقى لتر في اليوم على الاقل، ده في امهات ممكن تجيب لترين وثلاثه وممكن تعمل معمل لبن. الرياكشن نيوترال متعادل، ولا هو الكلاين ولا هو وزن نفسه بعد كده. لونه وايتش بقى خفيف يا جماعه، اللبن هيبقى خفيف فياخد اللون الابيض الفاتح، مش بنفس الكونسيستنسي بتاعت اللبن اللي احنا بنشوفه، لا ده انت لو شفتوه تلاقيه كانه لبن مغشوش، يعني عارف اللبن لما تضيف عليه كوبايه لبن تضيف كوبايتين ميه بيبان لك اللبن ايه؟ بيلر كده، فده برضه بيبقى بنفس الشكل ده. ثين ان كونسيستنسي، الكالوريك فاليو بتاعته اعلى لكن السبيسيفيك جرافيتي بتاعته اقل. برضه الكلام ده ليه؟ هنشوف الكومبوزيشن. البروتين كونتنت قليل وهو ده السبب ان السبيسيفيك جرافيتي قليله والسبب ان الكونسيستنسي بتاعته ثين، ان البروتين كونتنت قليل. احتاروا والله وحيرونا، ناس تقول لك 9 من 10 وناس تقول لك 1.2 من 10، 9 من 10 و1.2 من 10، انا بس كاتب لك الرينج وبريحك، من 9 من 10 ل1.2 من 10 جرام في المية. بص هنا يا دكتور ليه الكالوريك فاليو اعلى؟ لان لما تيجي تجمع الفات على الكربوهيدرات يدوك 11%، هناك كانوا بيطلعوا 7%، بس فهنا يفسر لك ليه الكالوريك فاليو اعلى بنسبه بحوالي 10%. الاشز هنا برضو تعتبر نسبتها معقوله ربع في المية لكن هناك كانت عاليه. الكوليسترول كورباسلز يا جماعه الخلايا اللي هي كانت موجوده هنا اللي هي اللي كانت بتنزل مع الكولوستروم صعب انها تنزل مع الام اللي هي بتنزل ماتيور ميلك، لان الام اثناء انتاج الماتيور ميلك بتبقى الاثنين كومبوز اوف سنجل لاير، لو وقع منها خليه او خليتين يبقى حصل بريك داون للاثنين، لكن هنا لما كان بينزل خليتين من الخلايا اللي هي موجوده هنا دي ولا في اي مشكله خالص، مفيش مشاكل خالص لان في ايه اكتر من لاير موجوده، وبالتالي لو نزلت خليه او خليتين بالعكس ده تبقى حاجه مفيده، لكن نزولها هنا في الماتيور ميلك اثناء الماتيور ميلك دي كارثه، لان الاثنين بتبقى متكونه من سنجل لير. طب الفاليو بتاعته سي ليتر نشوفها بعدين. لا ليه الكالاين ليه نيوترال؟ ده دي بقى حاجات في التكوين انا ما اعرفش ليه الميكانيزم، ما اعرفش هو ده الكالاين وده كده، في حاجات مفسره وفي حاجات انا ما اعرفهاش. بايو كيمستري بقى ادخل في هاربر بقى دوت نت على الكمبيوتر وانت تعرف. ما هي سهلة، الفات والكربوهيدرات لما تجمعهم على بعض هنا 7 هنا 11. فوائد لبن الأم جه منها امتحان الدور اللي فات الأنتي انفكتيف بروبرتيز اوف بريست ميلك. لبن الأم يا جماعة عظيم القيمة للأم وللطفل. للأم بيعمل لها 5 سي. للأم 5 سي. أولاً هيلب انفلوشن اوف بيرث كانال اند ذيس انسلنس اوف بوست باتن. الواد لما يجي يرضع بيطلع في الأم إيه؟ هرمونين بلوربتين وأوكسي. الاوكسيتوسين زي ما بيعمل سكويزنج للبريست اثناي ده كمان بيعمل سكويزنج للبيرث كانال، يضغط اليوترس يروح هيقلل انترا البوست بارتم تامونج. رقم 2 نيتشرال ميثود اوف كونتراسبشن عشان البرولاكتين اللي بيعلى. في يا جماعه تضاد ما بين البرولاكتين وما بين السكس هرمونز، لو البرولاكتين ده طلع البرولاكتين ده الناس اللي عندهم هايبر برولاكتينيه بيبقى عندهم امينوريه، البرولاكتين ده بيروح طالع فوق 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 عند الهايبوثالاموس والمنطقه بتاعه
جونادوتروبين ريليزنج هرمون يعمل فابريشن لانتاج الجونادوتروبين ريليزنج، هما الاثنين عكس بعض. فلما البرولاكتين يعلى يروح موقف الايه شويه يسبريس الاكشن بتاعهم، فالام ممكن تدخل في فتره انفيوليشن وبالتالي تدخل في فتره ايه امينوريا. يقول لك ايه الام بترضع نظيف، يعني ايه بترضع نظيف؟ اثناء ما بترضع الام ما بيجيلهاش دوره، ما بيجيلهاش بيريود، فده يعتبر نيتشرال ميسل كونسبشن. هل ده اكيد بنسبه 100% كونسبشن؟ لا لا لا، ده خادع جدا، ده ممكن امهات بيرضعوا نظيف وتحمل، هي بتقول لك انا حيت على الايه على البيبي اللي جاي. يعني تعتبر للناس الفقراء اللي مش قادرين يجيبوا كونتراسبتيف بيلز، في ناس كتير جدا يمكن امهاتنا واجدادنا كانوا عايشين بالطريقه دي، ترضع 100 100 لان ما كانش في كونتراسبتيف بيلز على ايامهم، يرضعوا كويس جدا فيقدروا يعملوا سبيسنج ما بين الاطفال وما بين بعضهم رغم ان هم عايشين حياتهم بصوره طبيعيه. رقم 3 ريديوس ذا انسيدنس اوف كانسر فريست، ودي بقى مشكله لازم الناس كلها تاخد بالها منها. الام اللي بترضع سبحان الله ربنا يكافئها ان الانسيدنس اوف كانسر فريست عندها يبقى قليل. فيقول لحضرتك في الجراحه ايه الكانسر فريست از كومن في الناس، انا عايز اجيبها بطريقه اللي احنا كنا بنحفظها بقى في الجراحه. الكانسر فريست كومن في الناس اللي اتجوزوا اللي ما اتجوزوش خالص، او اللي اتجوزوا وما خلفوش، او اللي اتجوزوا وخلفوا وما رضعوش، او اللي اتجوزوا وخلفوا ورضعوا بيبي واحد. متخيلين يا جماعه؟ يعني كل ما الام جابت اطفال 3 4 عيال ورضعت طبيعي الانسف كانسر بريست عندها اولموست يعني ايه مش موجود. عشان كده دايما يا جماعه يعني مش عايز اقول لكم اكزامبلز، حتى في اكزامبلز في الكليه عندنا، في دكاتره عندنا في الكليه ما كانوش متجوزين دكاتره ما خلفوش، والدكتوره دي او واحده او اثنين جالها كانسر بريست وضايق. مش عايز اقول اسماء ناس لكن الكلام ده فعلا فيري فيري سترونج. عشان كده دايما يا جماعه بينصح ان البنات ان هم يتجوزوا ويخلفوا ويرضعوا طبيعي، فيهاش كلام. وبعدين قليل من التنازل، يعني مثلا تنيكي انت لحد مثلا سته او امتياز اطلبي طلباتك، لكن بعد كده نبدا نقلل في مستوى الطلبات شويه، مش لازم بالضروره يكون دكتور، ممكن يبقى مهندس. بعد كده لما تعدي ال 30 مش بالضروره يكون متعلم، مش مشكله خالص. بعد 35 لو متجوز واحده ثانيه عادي، ده في السعوديه كده يقول لك ايه، يكتب في شروط الاعلانات رجل متدين ومش عارف كذا وميسور الحال ويريد الزوجه الرابعه وعنده 45 سنه عادي، عشان بس ما يجيلهاش كانسر بريست. اولويز افيلابل وزود كوست، طبعا يعني ايه وزود كوست؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك لا انت مش هتحس بالموضوع ده الا لما تبقى راجل بتدفع بقى علبه لبن ب 30 جنيه 30 جنيه كل اسبوع، علبه لبن ب 30 جنيه والبامبرز بتاعه ب 60 جنيه واخد بالك، والبيبي سيتر بتاخد لها 200 جنيه، الواد اصلا بيصرف بتاع 300 400 جنيه في الشهر. يعني لازم لما تكون عندك ثلاث عيال كل بيبي هيصرفوا بتاع 500 جنيه، يبقى انت تاكل وتشرب وانت ومراتك منين وتصرفوا منين وعربيتك منين الموضوع صعب يعني. ده بقى وزود كوست يا دكتور، الام يعني بتشيل بلاوي عنك، شايل عنك كوارث. كونستراكت سترونج سايكولوجيك بوند بتوين ذا ماذر اند ذا انفانت، الطفل بياخد رزقه من مين في الاول؟ من امه. اول سنتين امه ديت هي كل حاجه، لكن بعد كده لما يبدا ياخد بقى المصروف من ابوه يبقى ابوه هو كل حاجه. عمليه طبعا ليه يا راجل، ده الكلام حلو ده هيحلو. خلاص ماشي. طب ايمن نجيب فيلم بيجيش ممكن يكون عايز دايما يشوف تمرمات تانية. اه صح ماشي يا دكتور اتفضل اتفضل يا مروان. فوضى بالنسبة للطفل كتيرة بقى، لان هيجي منها السؤال بتاع امتحان الدور اللي فات، سترايل لبن مش محتاج تعقيم بينزل من صدر الام سترايل، سوسنج على الجاسترو نيوترال يا جماعة، ولا هو الكلاين ولا هو اسيدك، فحاجه يعني تنزل ايه بلسم كده على الجي اي سي بتاعت ايديكوت كوانتيتي اند كواليتي، متظبط في الاول بيرضع قليل فننزله كميه كولوستروم قليله، لما يكبر نزود له الكميه شويه، الكوانتيتي بتاعته بتتظبط والكواليتي بتاعته كمان بتتظبط. هنشوف بعد شويه يا جماعه سبحان الله، يعني شيء على فكره بيكتشفوا مميزات لبن الام لسه في لحد دلوقتي. في ايه قرانيه بتقول وفي انفسكم افلا ايه تبصرون، يعني شيء مذهل جدا انك انت تقعد تكتشف ان سبحان الله بيعملوا لبن دلوقتي علبه اللبن ب 39 جنيه، يقول لك اصل اللبن ده فيه العناصر التريس اللي مش اللي الطفل البريماتشور بيحتاجها، زي ايه؟ اللونج تشين بولي انساتيوريتد فاتي اسيد، الفاتي اسيد المشبعه اللونج تشين، جم لقوا ان اللبن اللي بينزل للطفل البريماتشور من امه بيحتوي على نسبه عاليه من اللونج تشين بولي انساتيوريتد فاتي اسيدز وتورين، ومتظبط بقى بطريقه عجيبه جدا،
بروتين زياده، كربوهيدرات قليل، مينرالز عاليه، الفيتامينات اللي الطفل ديفيشنت فيها اللي ما خدهاش من بطن امه زي فيتامين ايه زياده، شيء عجيب جدا. يعني الناس اعتقد بره، اعتقد في ناس بتدخل الاسلام من العلم ده، ان هم يقعدوا يعملوا في الحاجات دي الحاجات مش طبيعيه، يعني حاجات مش باي نيتشر. هنشوف دلوقتي الرجي اكستريملي رير، كونستانت تمبريتشر، ودي برضه حاجه غريبه، درجه الحراره تحت الصفر واللبن نازل للطفل بدرجه حراره 37، ولا هو برد ولا هو ايه؟ ملوش علاقه بره بدرجه الحراره بره ايه؟ درجه الحراره بره 60 اللبن ينزل للطفل متظبط 35، حاجه سوسنج. كولوستروم بروتكتيف نيوتريتيف اند مايلد لاكتيف. تعالوا ناخد مقارنه سريعه كده ما بين لبن الام ولبن بعض الحيوانات. احنا عمالين نقرا يعني ما. لما بيجي سؤال موضع امتحان لما بيجي حته في اسئله بتيجي في امتحان بنقول عليها بنركز عليها، لكن ما عدا ذلك انت هتقرا الكلام ده كله. لما تيجي تقارن ما بين لبن الام ولبن البقره، لبن البفلو اللي هي الجاموسه، لبن الجوت اللي هي المعزه، لبن الاس اللي هي انثى الحمار اللي هي الحماره يعني، زي ما قلت لكم لبن الاس بره بيتشرب، ما عندهمش هم مشاكل، احنا عندنا طبعا ليجاليتي في الكفه، لكن عندهم بره لبن الاس، واقرب لبن للبن الام تركيبيا هو لبن الاس. كان فيها يا جماعه في بعض الكتب جدول شنيع مقارنه ما بين لبن الام ولبن الجاموسه ولبن البقره بالارقام. الطالب يقف قدامه كده مزول يقعد يطلع هيطلع منه الداتا ازاي؟ انا رحت مختصرات بطريقه شيك. عبرت لك عن الكلام اللي موجود في النص الجدول الثاني، طلعته في جمل تعرف تكتبها في الامتحان لو جات لك. وخدت لك الايه النص بتاع لبن الام ده هنكرر فيه حاجات. نسبه الميه فيه 88 جرام بير ديسيلتر، البروتين لسه قايلينه من 9 الى 1.2 من 10. الفات 4، الكربوهيدرات 7، المينرالز اللي هي اكبر حاجه في الاشز ربع جرام. الكلام ده احنا لسه قايلينه من شويه. ايه الجديد؟ فيتامين اي وبي كومبليت كلهم سفشنت يكفوا للطفل، يعني لو مش عايز تدي سبلمنتيشن مش مهم، اللبن كويس. فيتامين دي ما تحفظش ارقام. فيتامين دي بيبقى سفشنت في اول اربع شهور. عايز تكتبها اكتبها. لا لا ما تحفظش ارقام. ما انا بقول لحضرتك ما عدا الارقام اللي فوق دي، الارقام اللي جايه ده تحت دي كلها ما تحفظهاش، بس طبعا ده بقينا ده تكف، فمش لازم كل حاجه تتحفظ، مش لازم هنا مش هنحفظ ارقام في الحته اللي جايه. يعني فيتامين دي ما تكتبش بقى من 12 ل 60 انترناشونال يونت بريزا، لا مش مهم. فيتامين سي 3.8 من 10 ديفيشنت. اكتبي ديفيشنت. اكتبي جنب الفيتامين دي بيكفي اول اربع شهور. الكالسيوم والفوسفيت دي سهله 30 ل 15، 30 كالسيوم على 15 فوسفيت، الريشيو ما بينهم كام لكام؟ الريشيو دي هتلاقيها ماشيه معانا يا جماعه حتى في الريكتس لما ندخل جوه، ان هذه الريشيو اوبتيمال فور ابزوربشن اند مينراليزيشن اوف بون. ريشيو زي الفل. الايرن يكفي اول اربع شهور برضه، مش لازم الارقام. الكبر والزنك برضه يكفي اول اربع شهور. بيكفوا اول اربع لست شهور. يعني مش لازم تحفظ ارقام وقول ان هم بيكفوا بس ايه؟ الكلام اللي انا بقوله ده مهم يا جماعه، لاحظتوا حاجه؟ بقول لحضراتكم في حاجه بتكفي اربع شهور وحاجه بتكفي ست شهور، ما خدوا بالكم الولد هيبدا يتفطم عند سن ست شهور. لما يجي يتفطم هياخد اكلات من بره تعوض الحاجات اللي بدات تنقص في مين؟ في لبن الام. هي ما نقصتش، ده هي المستوى بتاعها في لبن الام ثابت، بس احتياجات الطفل هي للزياده. فانت عشان تظبطها هتحتاج انك تدخل اكل من ايه؟ من بره. تعالوا بصوا الناحيه الثانيه، تلاقي لبن الحيوانات دي فيه هاير كونتنت من البروتين ومن المينرال ومن الكالسيوم فوسفيت، لكن الريشو مش متظبط. الاربعه لثلاثه. سفشنت كونتنت من ايه وبي، لوير كونتنت من الكربوهيدرات دي والسي، والايرن والكبر والزنك الحاجات دي كلها واقعه، وفي فاريبل كونتنت من ايه؟ من الفات. الفات عالي في لبن المعيز وقليل في لبن الكاو ميلك. زي ما قلت لحضراتكم مش لازم تحفظ الارقام اللي فيها، بس افهم معناها ايه. مع بعد كده هيبدا الايه؟ خدوا لكم بس دقيقه كده ريست، وبعدين هناخد 10 دقايق بس وماشي.